الحمد لله يا رب. بصوا بقى، انا من الناس اللي بتحب الراب من وقت ما ظهر حركه هيب هوب فراب فمش عارف ايه الكلام ده، كان في نص الثمانينات يعني بدايه الراب يعني بالمناسبه، او بدايه الهيب هوب بشكل عام كانت في جيلي يعني سنه اظن 83 84، وكنا لسه عاد صغيرين وبتاع وحاجات زي كده، واطلعنا على الموسيقى كان بطلوع الروح. واحده واحده واحنا في مطلع التسعينات بدانا نفهم بقى انه في موسيقى جديده اصبحت شويتين موجوده عندنا في مصر اسمها الراب بقى، وطبعا النجوم المهمين جدا. وبعدين لو تفتكر اذا كنت انت من محبي النوع ده من الموسيقى، كان في بقى صراع ما بين الساحل الشرقي والساحل الغربي، الايست كوست والويست كوست، ويجي حد زي امينيم هو عمليا مفترض انه يبقى ايست كوست بس هو بيغني زي بتوع الويست كوست، كانت حدوته. وبطبيعه الحال الموسيقى بتتطور لحد ما ظهر نوع من الموسيقى بالنسبه لي غالبا هي دي يعني تداعيات الاجيال، غريب أو جديد أو بالنسبة لي مش مفهوم أو مش على ذوقي، حلو وحش. أنا من أنصار ما فيش حاجة اسمها موسيقى حلوة وموسيقى وحشة، تبقى الموسيقى موسيقى، ألوان موسيقية، دي أذواق أنت وذوقك. ويظهر في مصر شاب واعد مشهور أو أصبح مشهورا اسمه ويجز، فويجز بدأ يظهر واحدة واحدة، يبدأ نجمه يسطع فيبقى واحد من المشاهير في المشهد الموسيقي المصري بل والعربي، وأصبح كمان ليه اسم معروف في نطاق المشهد الموسيقي في بعض دول العالم. وأنا يعني أنا أحب أستخدم الأمور بدقة، في بعض دول العالم. طيب بلدنا زيها زي بلاد كتيرة فيها حاجة اسمها الاتحادات، احنا نعرفها عندنا باسم ايه؟ النقابات. طيب النقابة بتعمل ايه؟ النقابة يا جماعة اي نقابة شغلتها تحافظ على ايه؟ على حاجتين، تحافظ على المهنة وعلى ابناء المهنة، وتبذل الغالي والنفيس عشان الهدفين دول، المهنة وابناء المهنة، فلا يدخلها الدخلاء ولا يضر بالمهنة الجهلاء. ماشي؟ طيب تبدأ النقابات دايما تحط محددات، انت كده فاهم انا بقصد ايه طبعا، تحط محددات للحفاظ على الهدفين دول، المهنة وابناء المهنة. انا طول عمري خلقتي كده، احب الناس الاقوياء اللي ما بيشتغلوش بالطريقة بتاعت يلا بينا نكسب التأييد والتصفيق الحار، ولهذا السبب انا احب النقيب القوي جدا الواضح جدا، الفنان الكبير مصطفى كامل نقيب الموسيقيين. زي الصح، ازيك يا استاذ يوسف؟ عامل ايه يا استاذ؟ وحشني يا استاذ والله العظيم. وانت من ساعه ما كنا في المنصوره ما شفتكش، اشوفك تاني والنبي حبيبي. يا ريت، انا جاهز. يلا يلا بينا، ربنا يخليك يا رب. الامر لله سبحانه وتعالى. انا بقول انا احب النقيب القوي اللي بيحافظ على الهدفين، مهنه وابنائها. في اختلاف على ده بالذمه؟ الله يحفظك. ده انا بشكر حضرتك لما تطلع عن راجل زيك. العفو خالص. راجل قوي وراجل صاحب مبدا وصاحب فكر الله يحفظك ويصفني بهذا الوصف، ده شرف كبير. لا لا خالص خالص خالص، احنا اللي كلنا نتشرف بيك، ده حقيقي. ايه المشكله بتاعت ويجز؟ المشكله الحاليه ولا المشكله العامه بتاعته؟ تعال نبدا بالمشكله العامه فنذهب الى الخاص اللي هو الحالي. طيب المشكله العامه ان انا دائما ابدا يا استاذ يوسف استشعر من هذا الشاب انه يتعالى على مؤسسات هو مضطر ان هي تكون هي المؤسسات الحاكمه لمهنته. هتقول لي ايه الدليل على كده؟ ايوه. او ايه برهاني على اللي انا بقوله لحضرتك ده؟ حلو. احنا فتحنا الباب يا استاذ يوسف، وكنت زي ما حضرتك قلت، وانا بشكرك تاني على وصفك ليا ان انا اخذت التحدي وقلت شباب بلدي لازم احتويهم، لازم كل حد عنده موهبه نبص عليه ونشوفه، ودورنا كناس كبيره سنا يعني او اشتغلنا في المهنه من عمر طويل، دورنا ان احنا لو هو عنده قصور في حاجه نقومه فيها، مش عيب يعني. وكلنا في بداياتنا تمت مهاجمتنا وتم انتقادنا انتقادات لاذعه، في عز ما احنا كنا بنقدم كمان فن من نوعيه عدك على ايه ولا ايه وحودعك والحب الحقيقي والحلم الجميل، وبالرغم من كده تم الهجوم عليكم بشراسه. كنا
بنتهم ان احنا جيل مصاب. ده انا بكلمك على مصطفى كامل مثلا. أيوة. وكل من غنوا له هذه الاغاني امثال النجم محمد فؤاد، النجم عمرو دياب، منير، العمالقه، كله غنى كلمات مصطفى كامل. صحيح وجهه نظر دايما عيب انك تكون دايما راجل ناقم على كل ما هو حديث او كل ما هو بعدك. هو كب مع العصر. وكان بيعجبني مقوله كبيره لاستاذنا وهرمنا الكبير الاستاذ عبد الوهاب، قال لك من لم يواكب عصره فليرحل عنه. لما يواكبش العصر اللي هو عايشه يبعد عنه. انا ربيت ولادي وربيت نفسي على اني حتى لو ما كنتش بحب نوع معين او لون معين من الفن اني استسلم. طالما ناجح يبقى مبروك عليه خلاص. جمعت الشباب دي وجبتهم واتكلمنا معهم بكل العقل وكل الاتزان. انا زي حضرتك مش من محبين هذه السلعة من الفن، وحد ممكن يقول لي عيب لما تقول سلعة. لا، هي الفن سلعة، ولكني انا كراجل شاعر وملحن ومغني بقول لك انا بسميها طول عمري هي سلعة مزاجية. الفن سلعة مزاجية. صح. كل واحد بيختار المطرب اللي بيحبه، بيختار الأغاني اللي بيحبها. في ناس بتحب الأغاني الحزينة، في ناس بتحب الأغاني الفريحي، في ناس تقول لك ده مصطفى كامل كئيب قوي، في ناس بتحب عمرو دياب عشان خاطر كلها أغاني حب. المهم إنها في النهاية عايزين نوصل بمجتمعنا أن لا يضر أبنائنا. زي ما قلتها لحضرتك مرة واثنين وثلاثة وبقولها المجتمع كله. شلت المسؤولية، جبت الشباب، قومتهم على قد ما أقدر. الحمد لله رب العالمين. وانا دايما بسال كل الاعلاميين المحترمين اللي زي حضرتك، هل حد شاف من شهرين من ساعه ما انا جمعت الشباب دي واقروا وتعهدوا بالالتزام التام وبالضوابط وبالمعايير اللي انا حطيتها لهم، حد سمع كلمه مبتذله يا استاذ يوسف؟ لا. طب لو حضرتك سمعت كلمه مبتذله هترجع تقول اول ما هتصرخ عندك في البرنامج وهتزعق لمين؟ اقول النقابه فين؟ فين النقابه وفين النقيب اللي جاب لنا الشويه دول؟ مش هو ده اللي هيتقال؟ فأنا عايز أضم كل ولادي أو كل إخواتي الصغارين حضن نقابتهم بالتزام قدام دولتهم قدام أبناء دولتهم وأكون أنا المسؤول عنهم. يمكن الرهان اللي أنا رهنت نفسي عليه أخسره، ولما أجي أخسره أنا أمتلك من الشجاعة الأدبية أن أنا أطلع أقول أنا آسف أو أقوم نفسي وأرفض تاني التصريح دي إن لم يلتزموا بما أقروا وتعهدوا به. كل الناس جات لي يا أستاذ يوسف أو بنسبة 97% من الناس جات لي إلا ويجز وتقريبا اثنين تاني. ويصلني كلام هو ده اللي أنا ما أقدرش أجزم بيه وما أقدرش أقول لك ده حقيقة ولا لا، إن هم بيتكلموا عن النقابة بشكل مش ما يرضنيش يعني، وأنا متأكد إنه كمان ما يرضنيش. وأنا أعرف الأستاذ مصطفى كامل ما هوش ودني خالص. وأنا مش كده والله العظيم. أنا عارف. زلت وعشان كده بقولها لحضرتك، أنا ييجوا على راسي، دول ولادنا، ولاد مصر. في النهاية هو يحمل رقم قومي مصري، فأنا تحت أمرهم هفضل متحمل غيابهم، لأن غيابهم يضرون هم ما يضرونيش أنا. هم لغاية دلوقتي أو هم مستندين أن هم هيجوا النقابة وقت ما يكون عندهم عمل داخل مصر. هم ربنا كريمهم بره، ربنا يوفقهم طبعا، وأتمنى لهم كل النجاح والتوفيق من كل قلبي. لكن ما يحزنني شخصيا ونقابيا أن أنا كل يوم والتاني يا أستاذ يوسف كل يوم والتاني ألاقي تصريحات منهم هم، وكأن النقابة هم بيبتدعوا أخبار يقولوا فيها النقابة هتمنع الأستاذ يوسف الحسيني. يا جماعة النقابة لا طلعت إن هي هتمنع الأستاذ يوسف الحسيني ولا لا، ده الناس بتوعهم. فيبتدوا محبين الأستاذ يوسف الحسيني يعملوا إيه؟ يهاجموا النقابة ويشتموني شخصيا للأسف. وأنا شايف إن أنا راجل لبلدي والحياتي ولأولادي وطول عمري وللمهنة. أنا راجل لا أستاهل الشتيمة ولا صحيح. ما عملتش حاجة وحشة بحد، عمري ما أذيت حد. أنا طول عمري راجل مجتهد، اجتهدت في حياتي، صنعت نجوم من أكبر نجوم مصر على إيدي. اكتشافاتي بهاء سلطان، وليد سعد، الناس اللي مكسرة الدنيا دلوقتي وبنفتخر بيهم، دول ولادي فنيا، اكتشافاتي فنيا. فأنا مش بعد العمر ده يا أستاذ يوسف أقبل على بيتي وعلى أولادي. أنا ما دخلتش النقابة اللي الكل يعلم فيها ان انا الحمد لله رب العالمين قلتها بدل المره مليار، ويعهدها فيا القاسي والدامي ان انا قلت يحرم عليا البريزه الفضه بتاعه البسطاء، ان دخلت على بيتي بتدخل بالخراب. فلما اكون راجل داخل اعمل كده
وداخل متكفل بكل حتى ابسط مواصلاتي على حسابي ما باخدهاش من نقابه، عمري ما خدت جنيه من النقابه وربنا ما يحوجني ليها ان شاء الله. الله وتفضل هي نقابه زملائنا اللي الدنيا مالت بيهم. عيب يا استاذ يوسف لما افضل اصحى الاقي شباب من عمر ابني واصغر من ابني بيشتمني وبيشتمني لحاجه انا ما عملتهاش. طيب هيجي ويجز وبقيه الزملاء اللي ما جوش النقابه لحد دلوقتي هيقولوا لك يا استاذ مصطفى احنا ملناش دعوه بالفانز، الجمهور بتاعنا بيقول ايه، انت ليك عندنا تصريحاتنا. فانا هيجي الاستاذ مصطفى انا هرد بالنيابه عنك، طب تعالوا النقابه عشان نعمل الاتفاق بتاعنا علشان نقر علشان نقرا الفاتحه زي ما بيتقال. هل تمت مخاطبتهم اكتر من مره وهم عندهم اصرار ان هم ما يجوش؟ يعني بيتجاهلوا هذه المخاطبات ولا أيوة بيردوا بالرفض؟ ايوه يا استاذ يوسف بيتجاهلوا. ايوه يا استاذ يوسف. طب ده شيء مؤسف جدا. اذا ايوه يا استاذ يوسف، ومدير اعماله كلمني انا شخصيا في يوم من الايام وقال لي استاذ مصطفى معلش اصل احنا مسافرين اول ما نرجع من السفر. قلت له اتفضل، ما جاش فما اهتمتش، مش هكذب عليك يعني برضه مش هقول لك هتحايل عليك، ما اهتمتش. فوجئت من يومين كده بيتي ودنيتي وحياتي وشتيمه وسب وقصف ودنيا من بقول لك من شباب اصغر من ابني يعني. للاسف احنا ما دخلناش ندير الكيانات دي كيانات خدميه مجانيه من المفترض، ماليش دعوه باي حد بيخش فيها ينتفع او يتربح، لكن انا بكلمك عن نفسي ويسال عني كل زمايلي سواء جوه المجلس او موظفين النقابه او النقابات الفرعيه. ده معروف ومشهور، راجل شريف وراجل محترم وراجل يحرم عليه الجنيه بتاع الناس. ما ينفعش بقى الاقي نفسي كل يوم عماله تشتم ونقابه واصل ما فيش نقابه والنقابه مش عارف تعمل ايه والنقابه واصل النقابه. لما رديت يا جماعه انا ما طلعتش بيان، ده احنا خلصنا كده مع حضرتك الجزء العام نخش في الخاص. يلا. بتاع كاس العالم. قبل ما اخش على الخاص معلش اسمح لي اقول لك على جزئيه في العام كده. هي دعابه ما هياش اكتر من دعابه يعني. لما دخل عفروتو ودخل مروان موسى والشباب دي وقعدت معايا وقعدنا قعده كبيره واقنعتهم بان حتى اللي انت بتشتغلوا عليه ده ما تقوليش اشتغل بالفلاشه، لان انت شغال على تراك ميوزك، انت في النهايه شغال على الميوزك. الميوزك ده مضمونه ومحتواه فيه درمز وفيه بركشن وفيه جيتار وفيه ليد جيتار وفي ادوات موسيقيه. يا عمي اعمل لي خمسه سته، لان انا يا استاذ يوسف برضه مؤمن بحاجه. معلش انا راجل ابن الدوله دي وبحب الدوله دي وراجل واعي شويتين زياده الحمد لله رب العالمين. فكل اله مستحدثه في حياتنا لها ايجابيات ولها سلبيات. طبعا زي الاله الزراعيه ممكن تلم لك المحصول كله في خمس ساعات اللي كان بيلمه المزارعين في ثلاث ايام. صحيح. هي فادتنا واضرت في امن الناس. وارد. من المزارعين. أنا يعز علي فترة إدارتي للنقابة إن أكون بإيدي أنا وبقراراتي أنا بضر عنصر بشري هو العنصر الموسيقي. الموسيقيين النهاردة بالزبط. لو طلعت الفلاشة يبقى بكرة عمرو دياب يقول لك بناقص فرقتي، يبقى بكرة محمد فؤاد يقول لك بناقص فرقتي، يبقى بكرة إيهاب توفيق يقول لك بناقص فرقتي، يبقى بكرة مدحت صالح يقول لك بناقص فرقتي. أنا نفسي كمصطفى كامل لما كنت صرحت بده يبقى أنا بكرة ما أجيبش ال 38 عازف اللي معايا اللي بيسترزقوا ومهنتهم وأكل عيشهم هي المزيكا. أيوه. فانا حفاظا مني استحدث زي ما تستحدث. لكن معلش العنصر البشري المسؤول مني اللي تحت رقبتي الامانات اللي ربنا عرضها على الجبال ورفضتها وانا قبلتها عشان انا ظلوم كفار، معلش انا مضطر احافظ عليها. لازم تحافظ عليها. انا حافظ على ادوات لازم طبعا أتزلشف. طبعا لازم احافظ على ابناء مهنتي على قد ما اقدر على قد ما اقدر. صحيح. فالحمد لله انا قايم بدوري يعني اتعشى من يكون ربنا راضي عني في حالات المرضى، في حالات الناس التعبانين، في حالات المحتاجين من النقابه، في حاجات في الحالات الاداريه، في الامور اللي كان فيها شبه رشاوي وفساد الحمد لله قضي عليها تماما. وعايز اقول لحضرتك خبر، ده الاخويا وصديقي اللي زي ما بيحبني لك عليا ان انا اقول لك انا دخلت نقابه كانت بتتفاخر بانها حققت في سبع ولا ست سنوات مش عارف 32 مليون جنيه ولا 34 مليون جنيه مصطفى كامل، وهو بيهد النقابه، هدت النقابه كلها لانها كانت لا تليق بينا. وفي وسط صناعية مصطفى كامل مدخل في شهر وعشرين يوم 15 مليون جنيه. الله أكبر. عشان الموضوع أدير بشكل احترافي وبشكل شرف وبشكل إدارة مؤسسة على أكمل وجه. عشان كده كل اللي بيجي يقول لي أنا عيان
ودايما كل جلسات مجلس الاداره مع زملائي اقول لهم من فضلكم اوعوا تلاقوا ست بتقول لك المعاش ويتاخر عليها، اوعوا تلاقوا زميل مريض بيقول لك انا مريض وتقول له اصل الحد الاقصى والادنى، اوعوا تلاقي اي حد محتاجك وتوقفه طالما موارده وموارد نقابته جياله. عالجوا الناس. انا صح. ممكن اسال قدام القانون عن تجاوز مادي في مريض، ولكني ما أخاف من السؤال أمام الله طبعا، أدفع عشان خاطر 1000 جنيه ولا 2000 جنيه زيادة. ربنا يستر عليك يا رب، ربنا يستر عليك يا رب. طيب القصة بقى بتاعت كاس العالم، طلعت الإشاعة بتاعت إن النقابة ولقيت هم اللي منزلين البوستات دي. هم اللي بينزلوها، ده اللي مزعلني جدا يا أستاذ يوسف. هم اللي منزلين ده، النقابة ملهاش حاجة عشان توقف ويجز. أكتر من مرة، بقالي شهر ونص وأنا بكلم أخويا الإعلامي بقول لك انا جات لي فتره عملت مؤتمرات كثيره وظهرت ظهور اعلامي مكثف، فجات لي فتره قلت احترم نفسك، ابعد شويه، انا في النهايه راجل فنان، خليك اعطي لزمايلك من المجلس ومساحه ان هو يتكلم مساحة. يعني لما نكون واخدين قرارات محتاجه النقابه تتكلم، عندي الدكتور محمد عبد الله راجل مثقف وراجل رئيس اللجنه الثقافيه، وكان دوره في الفتره اللي فاتت قال لي انه 3 سنين مهمش جدا الراجل، ما كانوش بيستخدموه رغم انه راجل موسيقي في من اشطر موسيقيين مصر، راجل مثقف جدا. فابتديت اقول لهم يا جماعه انا هجيب ورا شويه من المداخلات الاعلاميه عشان انا ظهرت كتير ومش عايز اكون كده يعني يا استاذ يوسف. هدي مساحه للزملاء. ادي مساحه لزملائي، بس كنا اتفقنا من فضلكم حاله التضارب اللي كانت بتحصل قبل كده والمهاترات اللي كانت بتحصل قبل كده، خلينا لما نطلع الاستاذ يوسف بيسال في حاجه معينه الزميل اللي هيطلع يرد هو ده قرار نقيب العام والمجلس. ايوه مش وجهه نظر شخصيه. صح. بعدت جدا عن الاعلام وبعدت فتره، ويمكن دي زعلت ناس كتير مني، وكنت اللي بقدر اقنعه واقول له معلش يعني انا بحترم نفسي شويه، ما انا مش هفضل اطلع اللي دخلت مستشفى اتكلم عنها، واللي اتجوزت اتكلم عنها، واللي اتطلقت اتكلم عنها. انا يعني مش عايز النقابه كمان تبقى في الحته دي يا استاذ يوسف. النقابه اكبر من كده وقيمتها اكبر من كده، والمفروض نعمل مداخلات في قضيه زي القضيه اللي حضرتك بتكلمني فيها دلوقتي، لما نوصل لاحتكاك مباشر لراجل بيمثل مصر في كاس العالم ايا كان هو مين. على راسي انا مصطفى كامل بتاع تسلم الايادي، انا مصطفى كامل بتاع وقت الشدايد، انا مصطفى كامل بتاع ربنا وياك يا ابني، انا مصطفى كامل اللي مصر بتجري في دمي من من حقيقي. من ضفر رجل لشعر راسي حقيقي. فمهما كان مين اللي مزعلني لو هو بيمثل مصر انا هكون فخور بيه، وهكون اول حد بشيد بيه، وهكون اول حد سبورت في ظهره. ولكن انا ما صدرش من نقابتي، لا مني شخصيا ولا صفتي النقابيه ولا مجلس ادارتي، اي بيان يخص وجوده في كاس العالم. ليه تتحرش بيا انت؟ ليه بتتحرش بيا شخصيا ونقابيا؟ بتتحرشوا ليه بالنقاب؟ طب هو ويجز نفسه ما نزلش على اي من حساباته الرسميه اي تصريح يفيد بانه لا صحه للشائعات التي تتحدث عن منع النقابه لي من ان انا ابقى احيي حفل كاس العالم في الدوحه؟ يعني ما جابش سيره، قعد ساكت. هو ده بقى اللي يخلينا شك بقى. ما انا مش هكدب عليك برضه يا استاذ يوسف، ما انا بكلمك بالشكل المثقف ده شويه، لكن ما تنساش برضه ان انا راجل ستار ميكر، راجل صانع نجوم، وعاشرت عفاريت الاسفلت في الشغلانه دي طبعا. ففاهم لو انت عايز تطفي النار يا استاذ يوسف هتطفيها، هتطلع تقول الكلام ده. كونك ساكت ده على الاقل شخصيا يدينك قدامي، اعرف ان ده على هواك، ان اللي حاصل ده جاي على هواك، على انت مبسوط منه. لكن انت، طب انا هقول لك على حاجه يا استاذ يوسف، معلش احطكم في حرك كلكم كاعلام بقى. لا ارجوك، انت جبتني دلوقتي وانا لسه جاي من مؤتمر حالا يا استاذ يوسف. قول. انت جبتني حالا بمكالمه تليفون صح؟ طبعا. ممكن تجيب الاستاذ ويجز على التليفون؟ مش عارف يعني، ممكن نشوف كده مع الزملاء. لا صعب جدا. ليه؟ ربنا يقدرك بقى. يا سلام، ربنا يقدرك يعني الاداب بتاعك. يعني البرامج لما بتكلم ويجز هو ما بيردش على التليفون؟ انا ما اعرفش، انا بقول لك هتقول انا معاك اهو، لو عايز نص ساعه التليفون ساعه معاك لغايه اول ما تقول، لغايه ما تقول السلام عليكم دخله معانا. بص احنا قبل كده كنا كلمناه ودخل معانا على الهوا، ولا بتقصد انه في الاوقات بتاعه الازمات هو بيغطس؟ انا ما اعرف، انا خلي بالك صدقني يا استاذ يوسف انا لا قابلت ويجز وجها لوجه خالص، ولا اعرف ملامح صوته تليفونيا. ها. ولا هو كلمني حتى شخصيا. مصطفى كامل بعد عمر 33 سنه في المهنه دي اللي كلمني عشان يعتذر على انه مش جاي وهيجي بعدين كمدير اعماله، وتقبلتها عادي.
انك طالما مسؤول لازم تحتمل، ولازم يكون عندك جرعه من الصبر شويتين زياده. انا خدت جرعه الصبر شويتين وخمسه وسبعه وتسعه و15، وامبارح اتفاجئ ان انا بتشتم على حاجه ما اصدرتهاش، على حاجه انا ما عملتهاش. لا، ولازم لازم هم الحقيقه يوقفوا النوع ده من الحملات تماما، ويخاطبوا جماهيرهم بده انه لا داعي للذهاب في الاتجاه ده تحت اي ظرف بظروف. خليني الاول اشكرك وحقك عليا انا كصديق واخ وواحد من جمهورك برضو بالمناسبه، فاشكرك جدا 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 فناننا الكبير مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقيه.